ايه اكتر كذبه كذبتها على حد قريب منك، شريكه حياتك او والدك او والدتك او صاحبك الانتيم، وبعد ما كذبت الكذبه دي ندمت؟ هي الكذبه الوحيده اللي انا كتبتها في حياتي ان انا لما جيت انزل اجيب حاجات لابويا وكده، عملت عليه مصلحه وسالني الحاجه بكام، جيت قلت له السعر بتاعها اللي هو في دماغي. ساعتها لما نزل وسال عرف بقى ان انا بنصب عليه، قام ضاربني قلمين بعدها. فندمت امتى بقى؟ بعد الضرب؟ لا طبعا، ده اكيد ده بعد الضرب، خدت العلقه المحترمه. الصراحه ما فيش احسن منها، والصدق هو المنجي في كل الاحوال. سبت سنتين في تانية اعدادي وما قلتش لحد، ندمت بعد ما اتضربت. قلت لهم ان انا هخرج مع اصحابي عادي وسافرت وحصلت مشكله حادثه وكده. هما بيعرفوا بقى، بس انا بكون غلط. ندمت امتى؟ لما عرفت ان هو شخص غلط اصلا، وان انا غلط اعمل حاجه زي كده واخبي على اهلي وما قلتش. ممكن بخصوص برضو الفلوس، مثلا كنت باخد فلوس من والدي ووالدتي وكده، دروس وحاجات من دي. بس مفيش دروس ولا حاجه. بس بعد كده لما ربنا اداني واشتغلت حسيت بقيمتها بقى. توب. انا كدبت كتير. كدبت كتير وندمت.